مرحبا، موضوع اليوم هو الاستقراء الرياضي أو الكومبليت اندكشن. الاستقراء الرياضي هو من أحد الطرق الأساسية للبرهان الرياضي. بس قبل ما أحكي عنه رح أحكي عن فكرة سمعتها من فترة بالرياضيات، بتقول إنه نحن إذا أخذنا مجموع أول عددين فرديين بيطلع معنا يساوي 2 مربع، وإذا أخذنا مجموع أول 3 أعداد فردية بيطلع معنا يساوي 3 مربع، مجموع أول 4 أعداد فردية يساوي 4 مربع، وهكذا. مثل هيك فكرة بتخلي الواحد يتساءل إنه هل يا ترى هذا القانون، إذا سميناه قانون رياضي، هل هذا القانون يا ترى منطبق بالنسبة لمجموع أي أعداد فردية؟ يعني إذا أخذنا مثلا مجموع أول 53 عدد فردي، هل يطلع الناتج يساوي 53 مربع؟ أو أول 3 ملايين عدد فردي؟ أو أي عدد معين من الأعداد الفردية، هل يا ترى هذا القانون منطبق بالنسبة لهم كلهم ولا بس بالنسبة للأرقام الصغيرة؟ مثل هيك فكرة لحتى نثبتها نحن ما مضطرين نقعد نجرب القانون بالنسبة لكل الأعداد، مجموع أول عددين ثلاثة أربعة خمسة هيك وللأخير، لأنه نحن ما رح نخلص، لأنه في عدد غير أعداد غير منتهية، فنحن ما رح نقدر نختبر كل الأعداد، نحن بحاجة لطريقة برهان لهذا القانون بشكل مختلف. وهون بهي الحالة الاستقراء الرياضي ممكن يكون ناجح ببرهان هذا القانون. البرهان الرياضي شو بيقول؟ عفوا الاستقراء الرياضي شو بيقول؟ أول شيء رح أكتب هذا المثال اللي أنا هلا طرحته اللي هو مجموع الأعداد الفردية. رياضيا شلون بنكتب هذا الموضوع؟ بنكتب إنه مجموع الأعداد الفردية مثلا 2k ناقص 1 من k تساوي 1 ل n تساوي n مربع. هلا هذا الشيء اللي كتبته انا هلا هون بيقول انه مجموع اول n عدد فردي يساوي n مربع. هذا قانون هلا بالرياضيات، وانا حابب انه هلا اختبره، او مو اختبره عفوا، برهنه باستخدام الاستقراء الرياضي. اذا رح احط هون اشاره استفهام لانه انا لسه ما بعرف اذا هذا الكلام صحيح ولا لسه. الاستقراء الرياضي شو بيقول؟ بيقول انه احنا اذا قدرنا نختبر هذا القانون بالنسبه ل n تساوي 1، اول شيء بنحط بنعوض n تساوي 1 وبنشوف اذا هذا القانون كان صحيح ولا لا. هي الخطوه الاولى، وهي اللي رح اسويها هلا انا دغري. الخطوه الاولى معناتها انه اذا n يساوي 1 يعطي في عندنا المجموع من k تساوي 1 ل 1، وهون في عندنا 2k ناقص 1، هذا يساوي عندنا عدد واحد نجمعه، إذا حطينا هون 1 يصير 2 ناقص 1 يساوي 1، وهذا يساوي 1 مربع. إذا لو طبقنا هذا القانون بالنسبة لـ n يساوي 1 بيطلع معنا نتيجة صحيحة، يعني القانون صحيح بالنسبة لـ n تساوي 1. هي الخطوة الأولى من الاستقراء الرياضي. الخطوة الثانية بقى هي الحقيقة هي الخطوة المهمة اللي هي سهلة الفهم، واللي هي أهم شيء بالاستقراء الرياضي. شو بتقول هي الفكرة؟ إنه إحنا إذا افترضنا إنه القانون صحيح بالنسبة لعدد F مثلا، يعني إذا حطينا هون F بيطلع معنا F مربع. إذا افترضنا هذا الافتراض وقدرنا نثبت إنه هي علاقة صحيحة بالنسبة ل F زائد 1، لأنه صحيحة بالنسبة ل F، رح أعيد مرة ثانية. إذا قدرنا نثبت إنه القانون بمجرد صحته بالنسبة لمتحول F، هذا الشيء بالضرورة بيؤدي إنه هو صحيح بالنسبة ل F زائد 1. إذا قدرت هذا الشيء أعمله وكنت بالأساس مأثبت إنه هو صحيح بالنسبة ل N تساوي 1، إذا شو ما كان ال N يساوي أي رقم رح يكون القانون صح. ليش؟ لأنه نحن أثبتنا إنه هو صحيح بالنسبة لقيمة 1، وإذا كان صحيح بالنسبة لواحد فهو بالضرورة رح يكون صحيح بالنسبة لقيمة 2، لأنه 2 هي 1 زائد 1، ولأنه صحيح بالنسبة لاثنين رح يكون صحيح بالنسبة لثلاثة، ولأنه صحيح بالنسبة لثلاثة رح يكون صحيح بالنسبة لأربعة، وهكذا، ورح يصير صحيح بالنسبة لأي عدد. بس السؤال هون نحن كيف فينا نثبت إنه إذا كان صحيح بالنسبة لعدد F رح يكون صحيح بالنسبة لF زائد واحد بهذا المثال؟ هذا الشيء رح أشرحه هلا. إذا رح أكتب افتراض إنه المجموع من k تساوي 1 ل f 2k ناقص 1 تساوي
اف مربع. اذا هذا انا هون مو استخدمت القانون، انا هون افترضت انه هذا الشيء صحيح. افتراضي. هلا اذا قدرت اثبت اذا قدرت اثبت انه بمجرد صحة هي العلاقة رح يكون بالضرورة مجموع من كي تساوي واحد ل اف زائد واحد، عوضت اف ب اف زائد واحد تساوي اف زائد واحد مربع. اذا قدرت اثبت انه مجرد صحة هي العلاقة بيؤدي بالضرورة لصحة هي العلاقة، كون انتهيت من الاستقرار الرياضي، كون خلصت الخطوات كلها. طيب هذا الشيء كيف بدنا نثبته؟ نجي بنبدا من هذا الطرف، هذا الطرف شو بيقول؟ انه مجموع من كي تساوي واحد ل اف زائد واحد 2 كي ناقص واحد يساوي، باستخدام علاقات جبرية عادية رح اكتب هذا المجموع كله يساوي كي تساوي واحد ل اف من 2 كي ناقص واحد زائد الحد الأخير اللي هو حولت اف زائد واحد هون، بيطلع معنا 2 ب اف زائد واحد ناقص واحد. هذا الكلام صحيح دائما بغض النظر عن القانون اللي فوق. هلا رح عوض هون بهذا المكان، رح عوض اف مربع. ليش يساوي هذا اف مربع؟ لأنه أنا افترضت إنه هو يساوي اف مربع. إذا هو بشكل عام هذا الكلام دائما صحيح، ولكن هذا التعويض صحيح فقط إذا افترضت إنه هذا الكلام صح. رح افترض عوض هذا اف مربع، معناتها صار ناتج كله هون في عنا 2 اف زائد 2 ناقص 1 يعني 2 اف زائد 1. إذا في عنا هون يساوي اف مربع زائد 2 اف زائد 1. رح افتل بس الكاميرا. تمام. طلع معنا يساوي اف مربع زائد 2 اف زائد 1. وهذا يساوي حسب المطابقة الشهيرة اف زائد 1 مربع. إذا افترضنا إنه هذا يساوي اف مربع، بيطلع هذا القانون صحيح بالنسبة لاف زائد 1. إذا بمجرد صحة القانون بالنسبة لقيمة f بينتج بالضرورة أنه هي صحيحة بالنسبة ل f زائد 1. نحن أثبتنا أنه هي العلاقة صحيحة بالنسبة ل n يساوي 1. وبالتالي القانون اللي نحن هلا حابين نبرهنه هو صحيح باستخدام الاستقراء الرياضي. رح أعمل إذا خلاصة للشيء اللي عملناه اليوم. الاستقراء الرياضي هو احدى طرق البرهان الرياضي. بنساويه انه نحن بنثبت اول شيء انه القانون محقق بالنسبه للقيمه انه يساوي واحد. بعدين افترضنا انه القانون صحيح بالنسبه لقيمه اف، واثبتنا انه مجرد صحه القانون بالنسبه لقيمه اف فهو صحيح بالضروره بالنسبه لقيمه اف زائد واحد. بعد ما عملنا هدول ثلاث خطوات قدرنا نثبت انه هذا القانون صحيح. هلا نحن فينا نتخيل الاستقراء الرياضي بانه نحن كانه في عنا عدد من الخزائن، عدد غير منتهي من الخزائن، وكل خزانه لها مقفوله ولها مفتاح. وافترضنا انه نحن معنا مفتاح الخزانه الاولى، وقدرنا نثبت انه بكل خزانه في عنا مفتاح الخزانه اللي بعدها. وبالتالي مجرد حصولنا على مفتاح الخزانه الاولى بنقدر نفتحها وناخذ مفتاح الخزانه اللي بعدها ونفتحها ونفتح الخزائن كلهم. او ممكن نتخيل الموضوع مثل حجاره الدومينو، نحن اذا اثبتنا انه كل حجر بيقدر يوقع الحجر اللي بعده، وقعنا الحجر الاولاني رح يوقعوا كله. هيك ممكن نحن نتخيل الاستقراء الرياضي. بكل الاحوال هذا كان احد الامثله اللي هو الكثيره، اللي هو في امثله كثيره عن فينا نقبلها بالاستقراء الرياضي. ممكن تكون حتى الامثله مو ضروري تكون جبريه، ممكن تكون هندسيه، او تكون اي قانون فيه متحول عدد طبيعي ونحن نحب نبرهن عليه، فينا نبرهن عليه باستخدام الاستقراء الرياضي. هذا كان كل شيء لليوم، وشكرا للمشاهده.